تفقد محافظ بني سويف محمد هاني غنيم اليوم الجهود والأنشطة التي تم تنظيمها ضمن فعاليات يوم القرية بقرية أهناسيا الخضراء. يأتي ذلك خلال تنفيذ خطة سكنية تستهدف 225 قرية على مستوى المحافظة، وذلك بمشاركة كافة الجهات المعنية والشريكة، والتي تشمل عقد أنشطة وفعاليات توعية بالقضية السكانية. في المرحلة الثانية إن شاء الله هيكون عندنا بشكل مبدئي كده إن شاء الله مركز الوسطى وبني سويف والفاشن إن شاء الله، وهي من أهم مراكز المحافظة. أما باقي المراكز في المرحلة الثالثة إن شاء الله زي مركزي سموسطى وهناسيا، فهيبدأ العمل في المشروعات المشتركة زي مشاريع الصرف الصحي المشتركة مع المراكز الأخرى. وخلال إن شاء الله الأيام الجاية هتبتدي جلسات الحوار المجتمعي اللي قمنا بيها في المرحلة الأولى مع أهالي هذه المراكز، بحيث إن إحنا نسمع عن قرب احتياجات الناس وإيه هي رغباتهم وما هي رؤيتهم لتنفيذ مبادرة حياة كريمة في مراكزهم إن شاء الله خلال الفترة الجاية.